قدوميها محكمة السرية الصومالي لامبروفيسور آدم حاج علي يوفتي بهدا قرصوركا يعدالة الصومالي لا والصعداء الشقاء قادنا يمدبلا كما رأي قبلة قلبية الصومالي لان أيام أنت بوغضي حبسي قوين اي قبل كالقبلي يوصل لقيادة دقمدا قدوميها محكمة السرية بروفيسور آدم حاج علي أي ورباهن تأوشيقي إن كرمير كريا هاي مد أيوغو كورقليان حالة محابيس تكوحران حبسي قبلي سي عدان حالة دودة عافيماد إسلام أركانا أي محابيستو أهشو عدالد صوبتا نوصو بوغاني وحويان إنا نو حالة دبتي حبسيوه مهمدو نحويان إن أديك حبسيوه بحينيا وهذا مدكو سلسل حقوق أساسية قدوميها محكمة السرة إيه سومالي لان بروفيسور آدم حاج علي أو ورباهين تاكولها اللي قدها حبسيق القبيلي أي شيقي إن أي حبسيادو يهين ميلودات كاللغو الصحو بلساعنا يا حين ميلودات كاللغو عداديو قدوميها محكمة دو وحكالاو شيقي إن أي حرير لسامين دونان شامعادها الدالكا سي محابيس تاوغو جرا حبسيادا الدالكو أيو هلان وحبرشو يحرفادو كالدوان هالكا وحبرشو كالدوان شريعة دي باك الصعودة لقدي باك الصعودة ولي بتشامع مستقبل كروح الدولينا إن شامع هذا أنا لقو صاحره وأي هل كان حفيز كفرتان ودل يرتى عدي وحبراني سلس يو قدوم يا محكمة قبل دق مو إيه قبلي مدن عبد كريم عمر عبدي أي استغنى قب تاسك هذلي وحانو الشيقي إن قبل أحان إيقو تدبات كستا أي سو مران تشالك إيو صلقية دق قبلي محابيس هلان كجتا إنت قبل نوحا كينتا محكمة محابيس الرومان كانوا إنت بدون وكي kiisaska adag ee saldhigada la geyn kirin mooyaanay kuwa kufsiga iyo kuwa dilka iyo kuwa xaaladda ka jirto mooyaanay inta kooban saldhigada kurmaan gareyna oo wax garsoogayaal ah halkan badani ma jiraan dadka ku jira xabsiga gabile ayaa qaar ka mid ah xukun la'aan jeelka ugu jiraan ugu yaraan 3 bilood eedaysanayaasha qaar ka mid ah ayaa dib looga dhageystay eedaha loo haysto waxaana isla maanta lagu riday xukuna kala duwan qaar kalena ay xorriyadoodii dib u heleen وعبد الرساق أحمد هيار إلك عسى ستار تي في قبل كعقارن إيه قبلي.